وزيد يرجلون على العباد الفوقانيين الحكومه. انت قبل كل شيء ماكش مقيم في تونس؟ مانيش مقيم في تونس. وين بالضبط؟ لا يا ربي مانيش مقيم في تونس، راضين علي والدي على الاخ. انت وين مقيم؟ مقيم في ستراسبور. باهي، شنو اللي خليك تسافر؟ خليني نسافر البطاله، ما عنديش حتى فرنك باش تكيف دخان قبل. لقيت مستقبلك غادي ولا لا؟ بالطبيعه على الاخ. على الاخر حقوق ودينتي وعالمي كل لقيتهم، ما غير خدمتك امورك واضحه. اي راهو بغير كذب ما غير حتى شيء، لقيت كل شيء وعملت امراه وصغار وكل شيء. ربي يفضلهم لك، هذه حاجه باهيه. اللي لهنا معناتها عمل واحد يعمل القروم ما يعمل. خذيت اجنبي؟ لا لا تونسيه مقيمه غادي. جيت لتونس معناها فاكونس ولا؟ طلع على امي مريضه هكا. ربي يشفيها وربي يفضلها لك. عاش. هكا حسيتك متقلق شويه في تونس؟ على مش شويه، على الاخر على الاخر على الاخر اكتظاظ كبير وعباد ما تحترمش، ومش باش نقول لك معناتها خاطر خرجت وهكا وهكا اللغه وهاد. لا لا عباد من قبل ما تحترمش هي وديات. اما تو زيد على الاخر تفاقم الشيء على الاخر. شنو معناها الحكومه مش عجبتك ولا العباد اللي قاعدين يدوروا معانا؟ تيما وكان مش جاش من الحكومه راهي العباد مريقله لاباس عليها. الحكومه مهمش على العباد ومفقرتها، العباد بالسيف اخويا سرقه ومتابع ومهمش يطروا في الصغار وعلى بعضه. ثلاث سنين كيف الزتله وكيف الامور كلها. انت معناها لاحظت الحكايات هذوما بعد ما سافرت لالمانيا ولا توا في الكيجات؟ قبل كينا ما معناتها اقل من توا. ايش هكا عاد كيفاش خليتها تونس قبل ما تمشي؟ خليتها تونس خير من تو شوية مش برشا. أما تو معناتها هاك تشوف، هاك تلفت هاك تشوف خويا، كي تلقى عبد يضحك معناتها من قلبه وعمل تحبه خويا. الكل تضحك معناتها عندك شي عندي فما شوية يضحك في ضحكة معناتها فرحان يضحكوا معناتها. هانا معاكم لا تنسونا. هاني معاكم أنا لا تنسوني، مش هاني معاكم لا تنسوني. بيتا وأنت معناها مقيم في الخارج، تقول هكا من اللي عايش هوني ويتمنى في الحرقة. اللي عانش لهنا ربي معاه والله قسما بالله، حرقة خويا حرقت مالي أنا بطبيعتي برشا مرة. أنت حرقت ولا؟ أحكي لي كيفاش حرقت. شو كيفاش نحكي لك؟ أنا معناتها كي طلعت حي معناتها الحمد لله معناتها. حرقت برشا مرات أنا باش نهرب من بلاد الخروبة هذي. معناها أنت أول خرجة نتاعك كانت بالحرق؟ لا. أنا خرجت بأموري واضحة من الأول بالكل، حرقت برشا مرات. حرقت ورجعوك ولا بقيت غاج؟ حرقت ورجعوني ونحرق ويرجعوني، وكان ما عرفتش راني لتو مازلت نحرق ويرجعوني. ونمشي حتى في بانو وما نبقاش في تونس، برجولية. برجولية 40 سنة في سيجارة. 40 سنة ما عندوش دينا. 40 سنة وبرشا يقولوا تونس فيها فلوس وعباد تكلم فيهاش. أنا قلت لك أنا كنت تقعد بحث في قهوة معناتها بحث عباد وبحث أصحابك وبحث العباد اللي قرأت معاك وبحث كذا، معناتها تفهم اللي واحد 40 سنة ما عنده سيجار معناتها شيء كبير. مش يعرس واحد ويمشي يعرس ولا شاب تونسي ولا ما عادش يحب يعرس؟ منين؟ من بلاصة يلزموا 20 مليون. شنو الأسباب؟ ما فماش فلوس ما فماش، والبلاد ما تعاونش فهمت، والظلم وعلى الأخر. غاديك كي نخدم عام مثلا مريقل ناخذ 6 شهور شوماج، هنا تخدم 50 سنه كي تاخذ دينار عمل تحب فهمتني. او بالمثل حتى امي مريضه انا مثلا امشي للكنام وامشي للدراوين وامشي للدراوين، ويوخروا في الرونديفوات نتاع العباد ومسكين الواحد يزيد الشاي يمشي به القدام. امي معناتها وصلت مرحله نتاع موت معناتها. لطف عليها بالحق نحكي معاك. عطاها هي مرضت في جوان، عطاها رونديفو في اكتوبر، معناتها المرض نتاعها يقتل معناتها فهمت. كان عندك فلوس تمشي عمليه في كلينيك، ما عندكش ربي عينك واحفر قبرك بيديك معناتها. نرجعوا نقولوا الاعمار بيد الله. الاعمار بيد ربي وهم عندهم السبب زاد باش العباد تعيش. الاعمار بيد ربي، علاش واحد يموت مشنوق؟ على الاقل يموت معناتها. ديجا برشا يشكيو من السبيطارات والدويات مقطوعه ما تلقاش ما تلقى حتى شيء معناها. السبيطارات تحت الباب يعدي جربوها. يا عباد ريك ده مجربه، والله نحكي معك بالحق قسما بالله. مانيش باش نفخر لك نقول لك نحن باش نشكر بلاد المانيا ولا فرنسا ولا ايطاليا ولا ما نشكرهم لكش، خاطر نحن بدينا في الحياه قبلهم هم. منظمين علينا بيبان مريقله، المريض يمشي مريض ينجم مورا المو يرتاح، لهنا مورا المو يقتلوك قبل ما تمشي تداوي معايا بالحق. هذاك على الشباب تو واحد يري امه ولا يري ابوه يري اخواته في الحديث معايا، وهو ما عندوش باش يشري سيجار.
شو اللي يعمل يولي مش نبرر لك باش ينجم يسرق ولا حاجة ولا كذا. عبد مال ولا في نفس الوقت يمشي باش يدبر خدمة ما يلقاش 500,000 توا. أنا هاني معناتها هاني نشوف في صحابي لهنا 500,000 50,000 يصرف فيها كل يوم من باب الوقت 50,000 هو ياخذ 500. ما قابلتش بعضها الحكاية. كيفاش؟ ما قابلتش بعضها. شنو أخي باك الدخان ب 7,000 ولا ب 6,000 وعبيد تكيف ودخان وقهوة ودري شنو وكذا. شباب نحكي لك عطيه تكيف ويعمل قهوة كل يوم ماشي على وجهك على عارف. ايوه تحس زيد الشباب معناها مقصر شويه تحسه مش مسؤول ماهوش معمل على روحه نتيجه التربيه ولا ما نعرفش شنو هو. يا بنتي المتربي معناتها من الاصل هذاك ما نحكيوش على اما منين كيفاش باش يعمل. تو انا وياك نمشي هكا انت ترضى تدور بسبادري بالعام في ساقيك؟ ترضى انت تلبس تريكو بالخمس ايام في لحمك؟ ترضى انت ما تلقاش باش تعمل امورك ما تخرجش تقابل خطيبتك صاحبتك صاحبك؟ واحد يسكن مثلا نسكن انا نسكن في تبربه معناتها باش يمشي ويجي حبت له معناتها ركوب وبركه ما يكيف وما ادري شنو هما كذا. فهمت شيء كبير هكا والله شيء كبير على الاخر على الاخر. يلزم على الاقل تاع على الاقل يبداو بك العباد اللي قرات برشا هذاكم يعطوهم شويه فلوس على الاقل. تي واحد قاري من بعد الباك 7 و8 سنين ويختفي ثانيه ومش عيب يا ما مش البوست نتاعو معناتها مش البوست نتاعو معناتها مش بوست ويزمو. عبد قرا اعطيه بلاصه وعبد قرا الصحه اعطيه بلاصه في الصحه ما تعطيهوش بلاصه في معمل نتاع نجاره ولا حاجه. كل واحد شد الاختصاص وخدموا العباد برجوا لي هم باللي ديات يقول لكم فماش خدامه تو بلاد مسخه خاطر فماش خدام. ها انتوا العباد خلت اخت هكا ولا هم يقولون فماش خدام عيطوا العباد خلت اخت والا بالمعارف. تيلي المعارف من عند البي هكاك كي من عند البي المعارف عندك معارف تفضل ما عندكش ربي معاك. مش الكل لما حالة شو واحد ما هي ماهيش مربوطة بالدولة حكاية المعارف خاطر فينا احنا العبيد في بعضنا مربوطة بالدولة. لو كان دولة جات تعبت كنترولي في العبيد راه ما يصيرش شيء هذا بالدولة ذي الدولة خاطر شنو بالمعارف للبلدية والبلدية يوصل للقبادة والقبادة حتى في الداخلية بالمعارف باش طلع انا مشي انا نطلع نبدل باسبوري. لو كان ما جيتش بالمعارف معناتها راني واحد معناتها ما نروحش. والمعارف بهالو ما جر نحو لنا الرشوه يرحم والديك بالحق نحو الرشوه على الاخر اعطيني ونقضي لك نحو هنا يرحم والديك. خلي معناتها مش لغه واحد يعيش لبرا يزمو يدفع واحد يعيش لبرا تنجم تعيش في تونس يعيش خير مني. شنو هي الميساج اللي توصلوا للشباب اللي يحبوا يحرقوا؟ يا خويا كان حرقه مضمونه اقصد ربي على روحك الحق نتاع ربي الذم ربي هو ما كان حرقه مضمونه معناتها اقصد ربي على روحك الحق نتاع ربي. اش قولك في طفل صغير يقول لك حرقه بزوز ملايين نمشي فيها حتى كان انا مانيش ضامن نوصل؟ ايه زوز ملايين ميت عندك 7 ملايين نمشي مضمون بقدره ربي. زوز ملايين ميت ماشي الموت مش يزك في بانو يقول لك بالك تخطف لي ونوصل يخطف لك شيء بزوز ملايين يوصلك للشهر 2 نجم يدزك عاد بسبعه ملايين اللي عنده 7 ملايين يقصد ربي على روحه ويمشي يعيش لاباس. انا واحد من الناس نعيش تحت العيوت وما نعيش في البلاد هذه يا خويا قهر وظلم ورشوه على الاخر رشوه على الاخر على الاخر رشوه على الاخر على الاخر. باش نقول واحد صباح خير بالرشوه توا باسبور نجي نطلعو بالرشوه صباح خير بالرشوه كل شيء بالرشوه كل شيء مضمون بالرشوه. شو عنديش حق نطلع مضمون بفرنسي لهنا عندي حق يطلب عليك فلوس باسبور شو نبدلو يطلب عليها فلوس مش الباقي مش الدولة كان جد الدولة تطلب عليها فلوس نعطي عاد. أما البرا برا استناني واحد هذاكم لا وياخذوا عليك ونعطي راني خاطر كان ما نعطيش ما نبقى لهنا نعطي أنا نعطي برشا رشوة فاهم أوبليغاتوار معناتها باش تعطي سينو معناتها بالله نحون الرشوة وبالله نحون الرشوة وفي السبيطارات بالذات سيكوريتي ولا سيجي جارد واحد باش تدخل طلع على واحد ب 20,000 تي ما نعاونو بهم ولا نقضي له بهم نعطي لك فيهم من برا باش ندخل نطلع على امي اللي داخل عليه نحو الرشوه الرشوه الرشوه. لازم الرئيس يقطع يهبط على الناس هذوك هابط على الحديد ونشوفوا الحديد ونرخصوا في الحديد. تي الشباب ماش خالطه السيجار ومش على الحديد.